عارفة انك مش مبسوط بعد اللي الوزير عمله معاك. بفكر. انا رحت جامع الازهر، لقيت داعي الدعاء مات قبل ما نوصل بشهور. كان نفسي اسمع منه. اكيد وصلت لحاجة. بدر الدين الجمالي قوي وعنيد، ومدي بنته لابن خليفة الصغير، وما بيحبش نزار، والخليفة مش في أحسن أحواله الصحية. أنا لو ما قابلتوش أكني ما عملتش أي حاجة. الستات مالهم؟ هم اللي بيحركوا الكون كله، كل بيت، سواء بيت فقير أو بيت خليفة. جه مصر الراجل عجيب من النوع اللي مولاتي بتدور عليه. انت مين؟ ملامحك مش من عندنا. انا فارسيه، والوزير مضايق الدنيا على زوجي. في ستات عندهم احلامهم وطموحاتهم واغراضهم، واحنا خلاص ايامه هنسافر. بس هو بيشوف وبيعرف، وشاف مولاتي ام الخليفه في كذا رؤيه. صحيح هم جوه القصور، لكن بيقدروا يحركوا كل حاجه من بره القصر. لو بيكذب أم الخليفة بتقتل الكذابين. لا لا لا، لا بيكذب ولا بياخد أجر، بس هو يوافق ويرضى. يوافق ويرضى؟ وما يرضاش ليه؟ زاهد وما بيتحركش إلا بأمر إلهي. لكل نجم في السماء معنى، ولكل رؤية صالحة تفسير. واسأل الغريب يجاوب. اتحايلت عليه ورفض، بس هو كل يوم بيمر من جنب سور القصر ناحية بوابة مولاتي، يقول كلامه ويمشي. وقال لي لو سرها سمعني تندهلي، غير كده مستحيل اروح. لكل نجم في السماء معنى، ولكل رؤية صالحة تفسير. واسأل الغريب يجاوب. اقف عندك. انا نور الوجود، جارية مولاتنا والدة الخليفة. بتعرف الغيب وتفسر الاحلام ولا مخادع؟ الحقيقة حتنجيك، والكذب عواقبه وخيمة، والقتل حيكون مصيرك. مولاتي تسأل وأنا تحت أمرها. شفت رؤية بس مش هحكيها. هتحكيها أنت وتفسرها أنت. ها؟ هتحكيه ولا نقول إنك كذاب وتمشي؟ ولا تكذب وأقطع راسك؟ مولاتي شافت قمر بيغيب. ندهت على حافتها نزار، لقيته بيجري قدام عينيها. الوزير بيضحك، وقالت في آخر الرؤية وهي حزينة، لو كنت أقدر أمشي على رجلي كنت لحقت، كنت لحقت. والتفسير؟ الخلافة لمين؟ سؤال بيؤرق خاطر مولاتي. كمل. طال العمر والأجل بمولاتي، وخايفة تبقى أم ثكلة بعد العمر ده كله، بعد موت الخليفة، والوزير يلعب ببيت الخلافة. كل أب ليه أولاد كتير، ولد واحد منهم بس اللي بيشيل سره، والسر في مولانا نزار. واللي جاي في إيد علام الغيوب. بس اطمني يا مولاتي، السر في الأكبر. إيه يكفيك مكافأة؟ إنك تقومي تقفي. مفيش العجز دواء يا حسن. حسن الصباح، مين قال إن مفيش العجز دواء؟ شدي حيلك وقومي. Thank you.
خطوة كمان يا مولاتي. الله أكبر. إيه يكفيك مكافأة؟ إني أشوف الإمام الخليفة المستنصر بالله. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.